لطيفة رأفة لوزير الثقافة: لا يعقل أن ندعم أشخاص مجهولين وفنانين آخرين يموتون جوعا. عبرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن غضبها من الدعم الذي منحه وزير الثقافة عثمان الفردوس لمجموعة من الفنانين غير معروفين حسب تعبيرها. وتحدثت لطيفة رأفت عن هذا الدعم بحرقة، مشيرة إلى أن ذلك المبلغ منح لمجموعة من الأشخاص المجهولين لا صلة لهم بالفن، في حين أن ثلة من رواد الفن يموتون في صمت. سألت لطيفة خلال بث مباشر لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام: هل وزير الثقافة بحث عن صفة ومهنة تلك الأسماء التي منح لها ذلك الدعم، في إشارة منها أن هناك أسماء أخرى استحقت ذلك لا حديث عليها؟ وأشارت لطيفة أن هناك أسماء فنية اضطرت لبيع آلاتها الموسيقية من أجل ضمان قوتها اليومية خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر منها المغرب، مبرزة أنها لم تطلب الدعم من الوزارة في يوم من الأيام. وطالبت الفنانة المغربية من الوزارة إعادة النظر في القرارات التي تتخذ، مشددة بضرورة منحها جميع مستحقاتها التي لم تحصل عليها من الدعم الذي كان يمنح للفنانين. وقالت لطيفة رأفت إن المبالغ التي وزعت باهظة، مؤكدة أن من أروع الأغاني التي قدمت كلفتها فقط 6 ملايين. تضيف: كيف يعقل مبلغ 1,400,000,000 توزع في حين أن أحسن أغنية قدمت كلفتني 6 ملايين فقط؟ وأكدت المتحدثة ذاتها خلال الفيديو أن الفنان المغربي لا مهنة له في بلده ولا يتمتع بأدنى حقوقه كمواطن مغربي.